الصحف الاقتصادية لهذا الأسبوع ركزت اهتماماتها على جملة من المواضيع، في مقدمتها الإنجازات نصف السنوية للبنوك المدرجة في البورصة وارتفاع تكلفة الشحن البحرية والأداء بواسطة الهاتف المحمول. وهكذا سلطت فاينانس نيوز إبدو الضوء على النتائج النصف سنوية للبنوك، مبرزة أن القدرة الربحية للقطاع البنكي انتعشت في النصف الأول من السنة الجارية، لكنها لا تزال دون مستويات ما قبل الأزمة. وعلى صعيد آخر، أفادت الأسبوعية بأن قطاع مواد البناء يعرف منذ فترة ارتفاعا في الأسعار، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تتراوح بين 15 و50%. ومن جهتها ركزت لابييكو على أداء سوق الأسهم الذي يسجل اتجاها تصاعديا منذ مطلع السنة الجارية. وفي موضوع آخر، توقفت صحيفة لابييكو مرة أخرى عند الدفع عن طريق الهاتف المحمول، مشيرة إلى أن هذا السوق الواعد يكافح من أجل النهوض، وذلك بسبب انخفاض عدد الموزعات وغياب إمكانية التشغيل الكامل بين مشغلي السوق. ومن جهتها، توقفت صحيفة تشالنجا عند ارتفاع أسعار الشحن البحرية، مشيرة إلى أنه على الرغم من الانتعاش الاقتصادي، فإن أسعار الحاويات في ارتفاع مستمر، ويتحمل الشاحنون وطأة الزيادة التي تؤثر على الاقتصاد المغربي. وذكرت الصحيفة أن مؤشر أسعار الاستهلاك سجل ارتفاعا بلغ 0.8% خلال شهر غشت الماضية، وفقا لمذكرة للمندوبية السامية للتخطيطات.